يحل شهر رمضان ضيفا عزيزا على المسلمين في غالبية دول العالم. يحرص المسلمون على أداء العبادات التي فرضها الله تعالى عليهم، ومن ضمنها صوم شهر رمضان المبارك لما له من فوائد روحية وجسدية. ولكن ما هي الأخطاء التي يرتكبها الصائمون؟ وهل يمكن لهذه الأخطاء أن تبطل الصيام؟ لمعرفة هذا وتفاصيل أكثر ابقوا معنا على قناة خفايا العالم. إننا الآن في شهر عظيم مبارك، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات. شرع الله الصوم في شهر رمضان لغاية عظيمة من تحصيل تقوى الله جل وعلا وتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق، فليست الغاية من الصوم إدخال الضرر أو المشقة على العباد. ومع الأسف الشديد فإن بعض الصائمين لا يلتزمون بأحكام وآداب شهر رمضان، وتصدر منهم الأخطاء والمخالفات التي تؤثر على صومهم أو تنقص أجره وثوابه، وكثير منا لا يعلم طريقة الصوم الصحيحة، والكثير يمتنعون عن الطعام والشراب فقط. تلتبس بعض الأمور على الصائمين أحيانا فيقعون في ممارسات خاطئة نتيجة قلة المعرفة أو نتيجة تحول هذه الممارسات الخاطئة إلى عادات متبعة في إطار العائلة أو المجتمع ككل. دعونا نتكلم عن بعض تلك الممارسات. أولا، الغيبة والنميمة. للأسف يقع في الغيبة والنميمة العديد من المسلمين خاصة النساء، وحكمها إنها لا تعد من المفطرات، ولكنها تنقص من أجر الصائم وتقلل ثوابه كحكم الكذب والسب والشتم، ولا يكون صيامه تاما كاملا، وذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ثانيا، التحايل على الصيام. من الأمور الشائعة هي النوم طوال النهار والسهر طوال الليل، وهكذا يمر الشهر عليهم من دون بذلهم أي مجهود، وذلك لعدم قدرتهم على مواجهة الجوع أو التحكم بمزاجهم ورغباتهم، فتجدهم كسالى يعيشون على هامش الشهر الفضيل متجاهلين ما طلبه الله منهم. ثالثا، تناول الوجبات الدسمة والسكريات. قد يعمد بعض الصائمين لتناول الوجبات الدسمة جدا والحلويات في السحور لاعتقادهم بأنها تملأ المعدة وتزيل الشعور بالجوع، ولكنها في الحقيقة تثقل المعدة وتسبب العطش. رابعا، الصلاة. يقوم البعض بالصيام من دون أداء الصلاة، وهذه الفئة صيامها غير مقبول، لأن الصلاة من أركان الدين وهي واجب يومي. في المقابل يقوم البعض بتأخير صلاة المغرب، وذلك لانشغالهم بتناول الطعام ومشاهدة التلفاز، والصحيح هو الإفطار على التمر ثم الصلاة. وخلال النهار يؤخر البعض صلاة الظهر، وذلك بسبب استسلامهم للكسل والنوم، وهي من الأخطاء الكبرى أيضا. خامسا، شرب الماء دفعة واحدة. اشرب الماء على دفعات بكمية كوب كل ساعة أو نصف ساعة إلى أن يحين موعد الإمساك، فشربك الماء على دفعات سيساعد على إعادة تروية أنسجتك بالماء ويجعلها مشبعة جاهزة لتحمل الصيام. سادسا، لا تبدأ صومك وأسنانك متسخة.
قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة أو معجون الأسنان أو السواك بعد انتهائك من تناول وجبة السحور، ولا تتناول أي طعام بعد تنظيفك لأسنانك، واشرب الماء فقط إن كنت ستشرب شيئا على السحور. سابعا، تضييع العشرة الأواخر. في بداية رمضان ينشغل الناس بالتحضير له، وفي العشرة الأواخر ينصرفون للاستعداد للعيد، فتجد الجميع منهمكا في التسوق، متجاهلين ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. الاستعداد للعيد يمكن إنجازه قبل شهر رمضان، أو يمكن التحضير له خلال الشهر، بحيث لا يكون هو الأولوية التي تؤجل من أجله الواجبات والعبادات. ثامنا، استقبال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، باللهو والطرب والمعازف والأغاني بدلا من ذكر الله وشكره أن بلغهم هذا الشهر الكريم، وليس استياء من دخوله، لأنهم يرون فيه حرمانا من ممارسة شهواتهم، فيصومونه مجاراة للناس أو كعادات وتقاليد، ويفضلون الأشهر الأخرى عليه، مع أن شهر رمضان يعتبر موسما من مواسم الخير والفضل والرحمة والمغفرة والعتق من النار للمسلمين. تاسعا، تفويت مواعيد الدواء في رمضان. بالنسبة لأصحاب المشكلات الصحية المزمنة المنتظمين على أدوية علاجية، فإن مسألة نسيان مواعيد الدواء في رمضان وتفويت جرعات من العلاج بشكل متكرر تمثل خطرا حقيقيا على استقرار الحالة الصحية، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بالجدية الكافية من اللحظة الأولى، فهو من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة. وأخيرا، قم باستشارة طبيبك قبل الصيام إن كنت تعاني من أحد الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم، الداء السكري، أمراض القلب وغيرها، فقال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل سمعتم عن هذه العادات من قبل؟ وهل كنتم تفعلون إحداها؟ إذا حاز الفيديو على إعجابكم شاركونا آراءكم وتعليقاتكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا ليصلكم كل جديدنا على قناة خفايا العالم. إلى اللقاء.